القدس الحرة، غازي العلول وحافظ أبو صبرة، رؤيا التي عادت. انزل انزل انزل. المشاهد حقيقة من 7 أكتوبر صارت كثير تشبه بعض، لربما هناك مجازر جماعية وهنا قتل بطيء ومجازر فردية. أقل من 10 رقم المجزرة في الضفة الغربية من الشهداء اليوم موجود في مخيمات الضفة الغربية. الخطر اللي نتعرض له نتيجة تغطياتنا المتكررة في عمق الاشتباكات، في عمق اقتحامات المخيمات، ويعني كنت شوي أنا مش متهور، ولكن مع زميلنا محمود فوزي اللي انضم لنا مع بداية 2023 حس التهور ارتفع شوي، فصرنا ندخل في مناطق كثير خطيرة، مع أنه محمود حتى قبل ما يتوظف مع رؤية ويشتغل معنا كان شوي بخاف، بس يعني أول مرة عملنا هيك جدال قوي أنا والجنود في منطقة طورة بيعبد، بعدها زلمة فتح تيربو وأموره صارت يعني بالنسبة له الخطورة مش كثير مهمة، برمي حاله بالميدان عشان يوثق الصورة الحقيقية لهذا الاحتلال الهمجي وكل عدواناته. وعشنا الكثير حقيقة أنا ومحمود من المواقف الخطيرة على امتداد العام 2023، وفي كل مرة كانت يعني كان قدر الله هو الذي ينجينا من أن نكون لربما يعني جزء من الأرقام فيما يتعلق بالشهداء أو الجرحى في مجازر الاحتلال التي تنفذ في أكثر من موقع بشمال الضفة الغربية. ونحن في رؤية لربما بجزء أنتم مش مطلعين على هاي القصة، معظم المراسلين في رؤية عندهم بنات بكر، فمحمد العدم أبو حنين، زميلتنا آية الخطيب أم ياسمينة، زميلتنا روزين عودة في داخل المحتل أم يارا، غازي أبو تهاني حتى الآن حتى مع أنه يحمله أشرف يا رب، أنا أبو مريم، في شلة محمد حسين زميلنا نافذ وعنده أبو عمر، فيعني أبو تهاني حبيبنا الله يحميك ويحمي تهاني وأشرف وأم تهاني ويحمي كل العائلة الكريمة، إحنا دائما بندعي لك، وأمنياتنا أنه نلتقي يوما ما وجها لوجه رغم هاي الصداقة الكبيرة اللي بتجمعنا، ولا مرة التقينا ولكن الحلم على الأغلب بأنه اقترب. وإن شاء الله زي ما قلت أنا في التقرير اللي عملته عنك وقت انقطاع الاتصالات بأنه سنختتم التقرير يوما ما ونقول من القدس الحرة، غازي العلول وحافظ أبو صبرة، رؤية.